البداية وغادي نوصلوا للنهاية أو واخا كاين الأعلى الله يوصلني على مثال على ولدي وكبي هذا في الواقع هذا شي مسجل اللي بغا يكون تكون هذيك الزنايه محلها عندي واحد جوج ديال الفيلات في اشقر وحده انت انت من فوق عندي انت ذاك الفيلا ماشي اعتبر لنا واحد 300 مليون عملها بيستا انا عطيتها 500 مليون باش نجيب 300 مليون هادشي كنقولو ما خصوش يتقال انا لا كنخلص نخلص فاتوره غالية على الزنايه ولكن اللي بغا اللي بغينا انتم اتعاونونا اللي ما بغاش يعاوننا هذا الحجر ديالو حتى هو حسن حكول هذا الواحد ديالو يضرب بعدا باش نشوف التفتيش ولكن التفتيش كان اللي فتشت فيهم هما شحال الفلوس كيدخلوا ما كيخلصوا شي القانون واجبات ديال الجماعة شوف عملنا على الفوق فوق الكوب دابا اخرجنا اخرجت يقولوا خرجنا للعيب فاحنا ما خصنا عيب مع شي واحد خصنا غير الفلوس يدخلوا